صباح الخير كاثي، وصباح الخير لهبة ولمشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج يوم جديد وعبر فقرة القافلة ضمن هاي الأجواء الصباحية المميزة في نعور والأجواء الجوية الرائعة. يعني مثل ما بتعرفوا في نهاية الأسبوع الماضي كنا تحت تأثير موجة حر شديدة، ومن يوم السبت استقرت الحالة الجوية وبدأنا يعني نشعر في يعني انخفاض في درجات الحرارة، والأجواء جدا مميزة في هذا الصباح. مثل ما ذكرت كاثي، يعني جولتنا لليوم تكون في منطقة ناعور. هذه المنطقة اللي بتتميز بكثرة محلات بيع العسل ومربي النحل في هذه المنطقة. الأجواء المناخية بتساعد في هذه يعني هذه المشاريع. طبعا رح نتحدث اليوم عن تربية النحل ومراحل إنتاج العسل. مثل ما بتعرفوا يعني العسل موجود في كل منزل، في اهتمام من العائلات انه يكون هذه المادة الغذائية موجودة لفوائدها الغذائية والصحية على جسم الإنسان. وايضا راح يعني نتعمق اكثر في موضوع تربية النحل، نتعرف على اهم المواد الغذائية اللي بيتم استخراجها من خلايا النحل. نحكي عن العكبر، بنحكي عن غذاء الملكات، بنحكي عن حبوب اللقاح والشمع. كل هذه المواد الغذائية لها يعني فائدة عظيمة وكبيرة وعلاجية على جسم الإنسان. فندعوكم جميعا مشاهدينا الكرام أن تبقوا معنا من خلال برنامج يوم جديد ومن خلال فقرة القافلة حتى نعرفكم بكل ما هو يتعلق في موضوع تربية النحل ومراحل إنتاج العسل من خلال فقرة القافلة. فابقوا معنا.